محمود عبد الحكيم القرع، مدير راديو، مدير عام راديو الواي. تأسس هذا الراديو الواي اف ام 96.9 تأسس في 2013، كان مشروع شبابي. نحاول مجموعة من الشباب تحاول تعطي الطاقات لنا يستفيدوا منها الناس، من مواهب الشباب. أسسنا هذه القناة نفس، هي كان نفس الأسلوب الإعلامي، الفكرة اللي كنا نديرها عن طريق الفيسبوك وعن طريق اليوتيوب وعن طريق المواقع. وكنا ما توقعناش النجاح، إن الشباب الليبيين عادة دائما يقولوا اتكاليين، عادة الشباب الليبي مسلحين، الشباب الليبي. طبعا احنا كنا في البداية 5 من الشباب، طبعا الشباب نقصد بها بنات واولاد، فكانت هي ما توقعناش في مجموعة شباب تجي ومذيعين، وان يكون من هذا المكان ان في ناس تكون في قنوات اخرى افضل منا، ممكن على المستوى المستوى اكبر، وكل واحد اختار تخصصه وكانت في مواهب. فهذا هو استمرنا بعدين شوي شوي. في الاول كان مجرد فكره اللي مشروع شبابي. اتمنى انا هو ما فيش لتو استراتيجيه معينه، لكن الطاقه هي تمد فهم الشباب لعله ولعسى افهم الشنيه موجوده يعني. فممكن يوم يديروا تي في. وفي برضه كان ميز، كانت ذات شجاني ان في شخص نذكر بالخير مدير، وكان موهبه بدا من هنا الان في تي في اسمه محمد وحش. فهذا هو كان عندهم طموحنا دائما ان احنا ممكن نصل لي، ودائما يحاولوا ان نكونوا دائما بروح الفريق الواحد او اللعب. هذا طموحنا، لان عاده رساله جميله تكون على التي في، لكن تكون بحب وسلام، حتى يوصلوا للعالم. هي نبينوا لهم ان الشباب رساله للعالم، ان بينوا الشباب الليبي عندها طاقة وإبداعات. اسمي غادة عثمان. البرنامج اللي نقدم فيه برنامج أطفال اسمه غادة وصغارها، يعني كل ما يخص يعني الطفل اللي نحكي عليه. طبعاً كنت أنا كموهبة، يعني جات حلقة في برنامج هنا استضفوني كموهبة، وحاولت أنا أقدم في راديوات تانيات، لكن يعني بما أنه ما عنديش CV وما عندي شيء، يعني لازم لما تمشي راديو تاني يكون إنك أنت مقدم في مكان قبلها، يعني حتى تكون عندك الخبرة في الأسلوب في الأعلام، وإنك يعني تعرف تقدم كويس وهيك. فأنا ما حصلتش هذه الفرصة إلا هنا في الواي، إني كموهبة قدمت إني موهبتي نغير في صوتي، لكن أنا الأسلوب أنا نستعمل فيه إني نغير في صوتي صوت طفلة صغيرة، يعني نجيب يعني خلي المستمع يعني ما يغيرش قناة تانية يقعد يسمع فيها أنا بس، يعني نصايح الأطفال، وحتى يعني سر إن أنا البرنامج نجيب في أغاني قديمة، يعني رسومات قديمة، خلي الأب حتى هو يسمع مع ابنه إنه يسمع هذا البرنامج ويتفكر طفولته. يعني كان برنامج نجيب معلومات مواضيع نطرح فيها الأطفال إنهم يعني يسمعوا هذا البرنامج. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أكيد أغدوش زيتكم كل يوم تلتاكف مع عودتكم برنامج غادة وصغارها، هي مساحة مفتوحة لكم لغرض إبداعاتكم وتشجيعكم للعلم والمعرفة. أكيد موضوعنا اليوم يخص كل من الطفل والأب والأم. الصوت لو استمرت يعني فترة طويلة فمرات يهرب أو شيء هيك، فهذا علاش يعني ممكن يكون صعب. حسام الدين أبو بكر. سارة روحيشي. برنامجنا برنامج إرويلي، برنامج ثقافي النوع، برنامج يستهدف الفئة المثقفة وأيضا الفئة اللي حابة أنها هي تخوض تجربة القراءة، وأيضا نستضيفه في كتاب ليبيين، كتاب ناشئين، وأيضا كتاب عندهم خلفية ثقافية أو كتاب متمكنين ومتمرسين في هذا
يعني مجال القراءة أو المطالعة. الهدف من البرنامج تعزيز موهبة أو أولويات القراءة، لازم القراءة إن هي تكون عند الشباب من كلا الجنسين، الأولاد والبنات، إن هي تكون من أولويات الشباب عامة، ما بوهاش تكون عادة مندثرة بل نبوها عادة متآصلة، إن هي تكون عند الشباب وكلهم نوجور من هم يقروا ويبحثوا على الكتب الجيدة والكتب الممتازة طبعا عن طريق برنامجنا. رواد بن سعود طبعا مقدم برنامج LYFM English Show خاص في على الموجة 96.9. طبعا انطلاقة البرنامج بعد انضمامي لقناة LY، تجربة كانت لأستاذ محمد قارة مدير القناة لما عرفني أني طالب في اللغة الإنجليزية في كلية الآداب، طبعا تخصصي ترجمة، فعجباته فكرة اللغة الإنجليزية فقال يحاول أنك تطور منها، فطلعنا بنتيجة برنامج إنجليزي All in English، يعني حتى الاتصالات أو الاسمس تكون إنجليزية، يعني البرنامج بالكامل بيكون باللغة الإنجليزية. أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا.